وصولا لمباراة التتويج، تتفق مع ما يتفق به الجميع أنه التتويج أو الاحتفال أو التنظيم كان فقيرا وبسيطا جدا؟ صح صح، يعني التتويج المفروض يكون أفضل. يعني بالنسبة للبلد مثل العراق المفروض نحذو الدول المجاورة. صحيح، نشوف التتويج في الدول المجاورة على أعلى مستوى. والمشكلة أنه إحنا يعني أغلبية اللي موجودين والمسؤولين على الرياضة العراقية هم أصلاً متواجدين، كانوا يعني برا، عندهم تجارب، عندهم تجارب يشوفون. يعني لازم يصير تطور، يعني ما يصير إحنا راح نبقى بنفس مكاننا، لازم يصير فشيء جديد. حتى شكل الدرع، شكل الدرع أنا إيدي تزلغت من الدرع. لا والله، والله العظيم. يعني مفروض يعني فشيء يعني يليق، يعني يليق الدرع يليق. لا شكل ولا مضمون، لا لا شكل ابطال اوروبا وما ادري منين جايبي والايد وما اعرف المسكه. شوف ترى باوع يقول لك الشمس لا تحجب بغربال. طبعا الشغله الاصليه مبينه ذي الشيء، طبعا الشغله الزينه مبينه. طبعا يعني اكو شغلات، يعني مثلا هسه احنا مو بس على الدرع نحكي، هو ككل التتويج صحيح هواي بيخربط. زين كلاعب